بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بكم. كان سيدنا بلال يمشي في شوارع دمشق، وكان مشغولا بذكر الله. وكان في هذا الوقت يوجد سباق للخيل، وجاء شاب مشغول بهذا السباق ومر على سيدنا بلال فقال له: من سبق؟ فقال بلال ردا سريعا غير متوقع: سبق المخلصون. فقال له الشاب: ما عن هذا سألتك؟ أسألك عن سباق الخيل. فقال له بلال: وأنا أدلك على الخير. الإخلاص ما معناه؟ ما أهميته؟ كيف تكون أعمالنا مخلصة؟ كيف نخلص في عبادتنا؟ كيف نخلص في طعامنا وشرابنا؟ كيف نخلص في كل شيء في حياتنا؟ كيف تكون صلاتي وعبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ هذا هو موضوعنا اليوم في حوار مفتوح. ولكن في البداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية المعروف. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك دكتور أحمد. دكتور أحمد، في البداية الإخلاص من أعمال القلوب، نود أن نلقي الضوء أولا على معنى أعمال القلوب. ما الفرق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب الدكتور أشرف الشامي، وأنا أتشرف بالظهور معه على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الناس. وما شاء الله يعني على خلق وعلى أدب، وفي ميزة تانية يعني ظهر من الاسم أنه شامي، يعني من الشام، وإحنا بنحب الشام ونحب أهل الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صفوة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. وقال: إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فأي تكفل بحفظ الشام وبحفظ أهل الشام. فدي تحية لأخي الحبيب الدكتور أشرف، وأيضا لإخواننا في الشام. نسأل الله تعالى أن يفرج يعني كربهم، وأن يسر أمرهم، وأن تكون هذه المحنة التي مرت بهم يعني مزيد من الرفعة ومزيد من التمكين ومزيد من يعني العز للإسلام. وطبعا أرض الشام أرض الملاحم وأرض المحشر والمنشر، والأرض التي ينزل فيها عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان، وهي التي يقتل فيها المسيح الدجال ويهلك فيها يأجوج ومأجوج. فهذه تحية لأخي الحبيب دكتور أشرف، وأيضا لإخواننا في الشام في بداية الحلقة. كما أحيي الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا في هذه الساعة. وأعلق أيضا على موضوع اللقاء، يعني احنا كلنا يعني أو أكثرنا مشغول بالسياسة وسباق الرئاسة ومجلس الشعب، وبقى كل الناس محللين سياسيين يعني وغفلنا كثيرا عن العبادات القلبية وعبادات الجوارح. فلعل هذه الحلقة تكون يعني عود حميد يعني إلى الاهتمام بأحوال القلوب وأعمال القلوب. في الشك أن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، ويكفي أن الإنسان يعني مهما اجتهد في الطاعة والعبادة وكان فاقد للإخلاص يعني هيكون والعياذ بالله من المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأنا قلنا أعمال القلوب ما فيش شك أن هي أهم من أعمال الجوارح. والإيمان وبخاصة أنه إذا توفر عمل القلب ولم يتوفر عمل الجارحة يعني أجر العبد يعني قد ينوي الإنسان أن يعمل عملا. يعني حتى في القول المشهور بعضهم بينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم: لنية المرء خير من عمله. لأنه قد يؤجر على النية بدون عمل. يعني من نوى مثلا أنه هو يصوم مثلا ثم يعني مرض أو سافر، من نوى أن يقوم بالليل ولكن غلبته عينه فلم يتمكن من القيام، أو من كان مداوما مثلا على صلاة الجماعة ولم يتمكن من الخروج بسبب مرض أو سفر، فهو بيجرى عليه عمله.
يعني حتى الإمام أحمد زار يعني أحد إخواني هو مريض وقال له إن لك أجرك وأنت سليم غير مريض وأجرك وأنت مريض غير سليم. يعني الأعمال اللي كان بيعملها وهو يعني في العافية بتجرى عليه لأنه حبسه المرض. نعم. بالإضافة لأجر الصبر على المرض فنية المرء خير من عمله. فالذين سبقوا بالقلوب وال يعني بالهمم كما ورد يعني ينسب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بصحيح ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا الصيام ولكن بشيء وخر في قلبه. ومن كلام بكر بن عبد الله المزني يعني ليس من كلام النبوة يعني مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا أيضا عن أمثلة أعمال القلوب يعني الإخلاص من أعمال القلوب إيه كمان؟ الإخلاص الرجاء المحبة الصدق الخوف نعم. الإخبات الخشية كل دي عبادات قلبية. نعم. طيب نبدأ بقى ننزل موضوعنا الأساسي موضوع حلقتنا وهو الإخلاص ونقول ما معنى الإخلاص لأنه من المعاني الدقيقة جدا اللي يعني حار فيها كثير من العلماء ويعني البعض يقول إن يعني أكثر شيء يصعب عليه أن يداوي نفسه أو يداوي نيته أو يعالجها. هو الإخلاص طبعا لغة يعني هو الخالي من الشوائب شيء من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ودي آية يعني إن الناس بتشرب لبن من بهيمة الأنعام بيخرج هذا اللبن الصافي الخالص النقي من وسط الدم والفرث والسائغ للشاربين. ده بالنسبة للمعنى اللغوي لكن المعنى الشرعي يقولون هو حتى المعنى اللغوي بيسقط صعوبة الموضوع. نعم. يعني كما أن خروج اللبن بهذه الطريقة من هذا المكان. نعم. فأيضا الوصول إلى الإخلاص أمر ليس بالهين حتى يكون عملك خالصا لله كهذا اللبن الصافي. الأمر ليس هينا. طبعا يعني ما يعني أنا عشان ما أخشش في المسألة دي أخش فيها بعدين بس أنا أكمل تعريف الإخلاص. يعني قالوا في تعريف الإخلاص يعني هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة إن الإنسان يكون الدافع الوحيد له إلى العبادة والعمل الصالح نية التقرب إلى الله عز وجل. وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. استناك الجملة دي عايزة تتفك. نعم. عايزين نفكها. أصل في تعريفات تانية أقولها. طب نقول وبعدين نشرح. فالتعريف الثالث نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. الله. يعني الواحد ما بيلتفتش للناس سواء يمدحونه أو يذمونه هم عنه راضون أو ساخطون فهو يبتغي وجه ربه الأعلى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى رجاء التلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا أعلى نعيم لأهل الجنة. فهي كلها بتدور على إن الإنسان يعني ما يلتفتش لشيء من أعراض الدنيا ما يطلبش كما في قوله عز وجل في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لوجه الله إنه بيعمل عمل لا يبتغي به إلا وجه الله. فكلها بتدور على إن الإنسان يعني ما يلتفتش إلى الأعراض ما وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به يعني من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لن يجد عرف الجنة يعني ريح الجنة يوم القيامة. فالمفروض الإنسان يعني يعمل عمل لا يرجو به إلا وجه الله عز وجل. يا سبحان الله. يعني الإنسان إذا عمل عملا في ظاهره أنه عمل أخروي أنه يطلب علم أو كذا إلا أنه يبتغي بهذا العمل الدنيا أو الشهرة أو المال طبعا لا ضير أن يبتغي هذه الأمور مع رضا الله سبحانه وتعالى أو بعد رضا الله سبحانه وتعالى ولكن إذا كان هذا قصده وهذا همه لا يجد عرف الجنة لا يشم رائحة الجنة. هو في حديث في صحيح مسلم يا دكتور أشرف أول من تسعر بهم النار ثلاثة الأول رجل قاتل حتى قتل فالله عز وجل يعني يدعو يوم القيامة ويقول يعني ما فعلت فيقول قاتلت فيك حتى قتلت فيقال إنما قاتلت من أجل أن يقال شجاع أو جريء وقد قيل. والثاني يعني رجل تعلم العلم وعلمه
فيسأل يعني الله عز وجل يذكره بنعمه عليه وأنه أنعم عليه بالعلم، فقال تعلمت العلم وعلمته، فيقال إنك تعلمت من أجل أن يقال عالم أو قارئ فقد قيل. والثالث اللي تصدق ما وجد شيء من أوجه البر إلا وتصدق، فيدعى يوم القيامة ويقال له ما فعلت يعني في نعم الله عز وجل عليك، فيقول ما وجدت بابا من أبواب الخير إلا يعني ولجت فيه أو تصدقت فيه، فيقال إنما يعني فعلت ذلك من أجل أن يقال جواد وقد قيل. هو في مثال طيب جدا بيبين يعني عاقبة الرياء، وبيبين يعني بيقولوا واحد دخل السوق، هو مطابق للحديث اللي هو رواه مسلم، وفي كيسه ظلط، كيس يعني المعروف اللي بقى فيه النقود يعني، فكلما رأى أحد يقول ما أملأ كيسه، ناس فاكرة أن دي دراهم ودنانير، فلما وقف عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس فيضرب به وجهه ولم ينل إلا يعني قول الناس ما أملأ كيسه. فكذلك الإنسان اللي بيعمل أعمال يعني بيتصدق بيجاهد يعني ينفق يعمل أعمال الخير من أجل الرياء، فلا ينال إلا قول الناس هذا كريم وهذا جواد وهذا عالم وهذا يعني شجاع، ولا ينال بذلك يعني، لأن الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، لا يقبل إلا الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ده الكلام ده خطير قوي دكتور أحمد، يعني إحنا بنهتم بالعمل، يعني قد يهتم البعض بالصلاة بالصيام بالصدقة بكذا، ولكن يعني إلا من رحم ربي اللي بيحتسب هذا قبل أن يقوم به، اللي بيبدأ يفكر ويزبط نيته قبل ما يصلي، اللي يبدأ يفكر في مسألة الصدقة ويجتهد في إخفائها وكذا قبل أن يقوم بها، اللي في مسألة العلم أنه كل يوم وكل ساعة وكل كتاب يقرأه وكل محاضرة يحاضر فيها يستحضر هذا المعنى، يعني ده معنى دقيق جدا ويعني نغفل عنه كثيرا. هو طبعا مهم جدا أن الواحد يعني أن هو يسأل نفسه في كل عمل، يعني أن يعني الأمر مهم، يعني في القول عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فقال يعني بعض السلف ويل لأهل الرياء من هذه الآية وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقيل عملوا أعمالا فظنوا أنها حسنات فكانت سيئات، لأن الرياء شرك أصغر، والشرك بنوعيه أكبر من الكبائر. طب يعني إزاي أعملها دي يا دكتور أحمد؟ يعني هل تكفي النية مرة زي مثلا نية الصيام في رمضان مثلا، أن يكفي أن تنوي في البداية أن أنت هتصوم شهر رمضان كله، ولا المفروض أنوي قبل كل عمل، ولا أثناء قبل وأثناء وبعد، يعني مسألة توقيت النية وإزاي أعملها؟ هو أنا هتكلم على النية والإخلاص، وفي الشرط التاني برضه هنشير له المرة يعني يعني عشان الإنسان يجد أعماله الصالحة في ميزان الحسنات فعلا يعني محفوظة، ينبغي أن يتأكد من أمرين: أمر الإخلاص أن يكون هذا العمل الدافع له إرادة وجه الله عز وجل وحده، الأمر الثاني وده شرط الباطن، والشرط الظاهر أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول يعني في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، ما قالش أكثر، ليه؟ لأن قد يكون العمل كثير ولكنه ليس على السنة، وقد يكون العمل كثير ولكن ليس صادرا عن الإخلاص. فذلك فضل ابن عياض قال أخلصه وأصوبه، فإحنا الامتحان مش في كثرة الأعمال ولكن في حسن العمل، قال أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواب يعني مطابق للسنة لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل أو لن يقبل، إن هو العمل موافق للسنة بس ما فيش نية إخلاص. لازم يعني الشرطين مع بعض، ما ينفعش واحد فيهم بس. يعني حتى قال بعض السلف ما عمل آدمي عملا إلا ونشر له ديوانان لما وكيف، لما يعني هل أردت بهذا العمل وجه الله عز وجل وحده أم أشركت معه غيره، وكيف فعلت هذا العمل، هل هذا العمل مطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه بدعة ضلالة. طبعا هذا المعنى من يعني عليه أدلة من القرآن، الدليل الأول اللي ذكرناه
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص بقى. العمل الصالح اللي هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإشراك تنبيه على نية الإخلاص أو عدم الرياء. في دليل ثالث، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه، إخلاص القصد والنية، والإحسان متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدول شرطين، يعني كل واحد فينا في كل عمل يحاول أن يوفر هذين الشرطين حتى ينتفع بأعماله الصالحة. طيب احنا قلنا الشرطين، الشرط الأول أن يكون العمل صحيح أي موافق للسنة. نعم. الشرط الثاني أن يكون مخلصا في هذا العمل، أي يكون قصده الله سبحانه وتعالى فقط. نعم. فكرة أن العمل يكون لله، يعني المرء المفروض يستحضر هذه النية. نعم. إزاي يعملها وإمتى؟ هو طبعا قبل العمل المفروض ان هو قبل ما بيعمل عمل بيسال نفسه، يضيق على نفسه، يعني يسال نفسه انا هعمل العمل ده لايه. مثلا ممكن واحد بيبني مسجد عشان هو هيرشح نفسه مثلا، او زي بعض الناس ما بتعمل، يجي ايام الانتخابات يوزع لحمه ويوزع مواد تموينيه وكذا، فهو مش نيته الاجر في الاخره. او واحد عامل مشروع مثلا وذبح ذبيحه ووزعها على الفقراء، هو العمل في ظاهره عمل صالح، بس هو نيته ايه؟ نيته ان المشروع ينجح يجيب فلوس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهو العمل في ظاهره عمل صالح، ذبح ذبيحة ووزع الفقراء، ولكن هو نيته ايه؟ نيته ان هو المشروع ينجح ويجيب له فلوس، فهو أراد الدنيا لم يرد بذلك الإيه الآخرة. فلا بد أن يكون العمل يعني صالحا موافقا للشرع. والأمر الثاني، لا بد يعني أن يكون الدافع لهذا العمل هو إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. نعم. هل هذا يعني هذه هي الأهمية الوحيدة للإخلاص، إنه هو مناط قبول العمل، ولا له أهمية أخرى؟ هو طبعا يعني ده أمر مهم بالنسبة للإخلاص. والأمر الثاني إن الـ هو كان في دليل أيضا يعني على الإيه، على اشتراط الإخلاص أيضا، كان لازم نشير إليه، لأن حديث مشهور، أول حديث في البخاري، تفضل، إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده الإمام البخاري صدر به كتابه الصحيح تنبيها لنفسه ولغيره لمن يقرأ في كتابه على استحضار النية مثلا في تعلم العلم، وهذا حذو الإمام البخاري كثير من المصنفين. نعم. فصدروا كتبهم بهذا الحديث، ابن رجب الحنبلي مثلا، وقالوا ده ثلث العلم، وبعضهم قال يدخل في 70 بابا، يعني أنه حديث يعني خطير جدا، لأن إيه؟ نعم. إنما الأعمال، لأن إنما أداة حصر في اللغة، والعلماء يقولون يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني طبعا أي نص شرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص الشرعية. نعم. فلأننا ممكن نفهم من هذا النص إن أي عمل سوف يكون صالحا بالنية، بحيث إن واحد ابتدع بدعة مثلا بيتغنى في الأذان أو بيزود في ألفاظ الأذان ما ليس منه، وبيدعي إن هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون صادقا، ولكن أو واحد مثلا بيعمل معصية ولكن بنية إن هو بيقصد بها يعني شيء من الخير، وهو جاهل يعني بأن معصية لا تجوز، بأي العمل فاسد يعني في ظاهره فلا تصلح النية. فالعلماء يقولون يخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي، فإنما الأعمال يعني قبول الأعمال الصالحة، وأيضا المباحة، العمل المباح زي الأكل والشرب والنوم والسعي عن المعاش والمذاكرة بالنسبة للطالب، هذه أعمال يعني مباحة، لو وفرت فيها النية الصالحة لصارت من الخروبات ويؤجر عليها العبد. ولذلك ده كان في تعبير للدكتور يوسف القرضاوي في أول كتاب العبادة في الإسلام، أن النية هي تلك المادة السحرية التي إذا أضيفت إلى العادات والمباحات حولتها إلى طاعات وقربات. نعم. والسلف بتاعه أو دليله من قول السلف، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
وكلنا بننام، بس واحد بينام، انما العاقل اللي هو ايه، اللي هو بيتاجر بكل ايه، بكل اعماله مع الله عز وجل. انا عشان كده بقول لحضرتك ان دي نقطه خطيره جدا، يعني واحد نايم وعداد الحسنات بيعدله آه، لكن في واحد تاني قائم بيصلي ومع ذلك العداد ما بيعدش آه. يعني ما هو بيقولوا كم من نائم مرحوم وكم من قائم محروم. نعم. هذا نام وقلبه كان عامرا، وهذا قام وقلبه كان فاجرا. وقال بعضهم يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به صيام الحمقى قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. الله. فبيقول يعني المسألة مش بالكثرة آه يعني نعم. وذلك قالوا تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل آه، وقالوا كم من عمل صغير تعظمه النية وكم من عمل كبير تصغره النية. يعني اللي نايم ده مثلا بنية أنه هو عايز يقوم في آخر الليل يصلي ويستغفر في صلاة الفجر وجلسة الشروق، يعني يجلس حتى شروق الشمس في المسجد ويريح جسمه ويحافظ على هذا البدن اللي ربنا ادهوله عشان يصحى الصبح يصلي ويروح نعم. شغله فهو يؤجر على هذا النوم نعم. ولكن في واحد قائم الليل ولكن رياء مثلا أو قلبه يثور بالشهوات أو يمن على الله عز وجل، فمثل هذا لا يؤجر على قيامه والثاني يؤجر على نومه. نعم. كذلك يعني تجوز تعدد النية دكتور أحمد، يعني أن الواحد مثلا ممكن يتصدق بس تبقى صدقة ويعطيها لقريب مثلا فتكون صلة رحم صدقة وصلة وكذا يعني يعني هو في نفس الحديث يا دكتور أشرف الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني أصل قبول العمل الصالح موافق للسنة أو العمل المباح بتوفر نية صالحة، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما يقولون يعني الأصل في الشرع التأسيس، يعني بعض الناس قالوا ده تكرار للقاعدة الأولى، ولكن الأصل إن الشرع بيؤسس قواعد جديدة. نعم. فيكون الجزء الأول من الحديث يعني أن قبول العمل الصالح أو العمل المباح بتوفر نية صالحة، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي مقدار ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات الصالحة التي يجمعها العامل. نعم. جزاكم الله خيرا. أنا هستأذنك معنا فاصل عشان الدكتور ياسر يحصلنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل حديثنا عن الإخلاص، وسوف ينضم إلينا بعد هذا الفاصل الدكتور ياسر برهامي. إلى هذا الحين نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. انضم لنا بعد الفاصل الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا دكتور ياسر. دكتور ياسر كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الإخلاص وتعريفه وأهميته، فنعرف من حضرتك بقى ما علامات الإخلاص؟ ايه العلامات اللي بيها الواحد يعني يطمن كده ان هو ان شاء الله يكون مخلصا، وان كان طبعا الحكم في هذا المساله صعب جدا انك تحكم على غيرك او حتى تحكم على نفسك. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني اهل العلم لم يزالوا يعني سلفا وخلفا يخافون على انفسهم من عدم الاخلاص، والكلمه المشهوره من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص. لا. لأن ظن الإخلاص معناه يعني تزكية النفس والإعجاب بها، وهذا خطر عظيم. لكن لابد أن يكون الإنسان أيضا لا يفتح باب الوسوسة حتى يقول أنا مرائي من كل الجهات، يعني هذا من وسوسة الشيطان كثيرا حتى يجعله يترك العمل ويترك الطاعة. فلا بد ان هو يخاف على نفسه من الرياء ويسال الله عز وجل ان يرزقه الاخلاص، وفي نفس الوقت لا يؤس نفسه ولكن يرجو رحمه الله عز وجل. يعني من اهم العلامات التي يعني تكون في هذا الباب ان يعني ان لا يعبأ الانسان بمدح الناس وذمهم، يلقي الناس وراءه ظهريه حتى لا يضيق بذم الذمين ولا يفرح بمدح المادحين، إلا أن يكون المدح والذم من أهل الإيمان المشهود لهم في الأمة، لأن هؤلاء شهداء الله عز وجل في أرضه، ومن عاجل بشرى المؤمن شهادة المؤمنين له يعني الخير.
لكن يعني ممكن أن المؤمن يشهد له بالإيمان، يشهد له بالتقوى كذا، بس هو لا يطلبها أولا، ثم إنها يعني تستوي عنده مع الذم، ما يفرحش بها. يعني إذا ذمه الناس على أمر معين، إذا كان هو مخلص لله عز وجل فقد أهدأ له حسنات، وإذا كان مخلصا لله عز وجل يعلم أن الأجر يعني عند الله يوم القيامة، فلن يعبأ بأنهم مدحوه فيستمر في العمل، هو يعمل لله سبحانه وتعالى، لا يدفعه إلى زيادة العمل أن الناس قد مدحوه. رؤية البعض له لا تغير عمله، في السر والعلن عمله سواء، إذا رآه الناس وإذا لم يروه. ليست الرؤية بذاتها دليلا على عدم الإخلاص، لأنهم إذا رأوه ربما كان يزداد نيات صالحة في هذا بأنه يقتدى به في الخير ويفرح بعاجل البشرى من الله عز وجل، لكن في نفس الوقت هو يعمل في السر ويدخر عملا خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. جميل. هذا من علامات الإخلاص، أن يستوي المدح والذم. وماذا أيضا عن علامات الإخلاص دكتور أحمد؟ أنا عايز أرحب بالشيخ ياسر الأول. ربنا يحفظك. شو بيدافع علينا دلوقتي؟ طبعا. هو أنا أول مرة فعلا أظهر مع الشيخ ياسر في فضائية، فطبعا أنا سعيد في قناة الناس. ظهرنا في الخارجية، بس أنا كنت جاي مخصوص عشان في الخارجية حبا للزوم الشيخ أحمد. الله يكرمك. وطبعا الشيخ ياسر يعني كان معايا كل ما يعتقلون يعتقلوا الشيخ ياسر يعني، فكنت سعيد بيه في عربية الترحيلات. ربنا يستر ان شاء الله تروحوا سالمين. الحمد لله. فاحنا سعداء بالشيخ ياسر مشاركنا يعني الكلام، واحنا نحسبه على اخلاص الشيخ ياسر صراحه. يا رب رزقنا اخلاص واياكم. وهو يعني قوال بالحق، ربنا يحفظه. الشيخ ياسر قال يستوي عنده المدح والذم. ودي طبعا علامة إخلاص، يعني الإنسان لأن الإخلاص إن هو إيه يعني يرجو وجه ربه الأعلى، يعني ما يرجوش وجوه الناس. إحنا قلنا في تعريف الإخلاص إن هو إيه، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. فسواء يمدحونه أو يذمونه فهو إيه يعني كما يكون كن مع الخالق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. فده من تعريفات الإخلاص. يعني من علامات الإخلاص كذلك الهرب من الشهرة، يعني الواحد لا يبتغي الشهرة. وكان السلف طبعا يعني أشد الناس فرارا من الشهرة كان ويس القرني وغيره من الزهاد، إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. وبيروى ابن المبارك لما ترك خراسان وكان تقريبا في العراق ووجد سقاية مكان الناس بتشرب منه، فذهب وزاحم فما عرفوه فدفعوه حتى إيه أبعدوه، فقال ما العيش إلا هكذا. يعني أحسن حاجة الواحد إيه ما يكونش معروف، يعني لأنه كان في خراسان طبعا كان معروف ودائما الدار فيها لا تشاء أن ترى رجل من أهل العلم أو الأدب أو في داري. كان إبراهيم الأدم إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في المصحف غطاه، فكان السلف يحربون من الشهرة، بيقولوا دخل إبراهيم الأدم بستانا فدخل الناس يدورون ويقولون أين إبراهيم الأدم، فظل يدور معهم ويقول أين إبراهيم الأدم عشان ما حدش يعرفه. نعم. يعني فالهرب من الشهرة. نعم. طيب دكتور ياسر، هل المداومة على العمل والاستمرار عليه تعد من علامات الإخلاص؟ المداومة على العمل توفيق من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن قد يكون المداومة لأجل أن الإنسان قد تعود، وقد يكون لأجل أنه قد ذاق طعم الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، فهو بعد أن علم الطريق إلى الله عز وجل يستحيل أن يترك هذا الطريق، وجد سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة في عبادة الله عز وجل، فعند ذلك لا يمكنه أن يترك. فعلى يعني لماذا يداوم؟ في بعض الناس بتداوم علشان دي وظيفتها، بيمضي مثلا يعني. نعم. واحد عنده امضى ان هو لازم هيصلي الصلاة الخمسة في المسجد الفلاني او الخطبة الفلانية هتبقى بكذا. فلكن المداومة على العمل في السر يرجى ان يكون من علامات الإخلاص. نعم.
طيب عدم أخذ الأجر دكتور أحمد، هل لو الإنسان أخذ أجر على عمله في الدنيا هل هذا ينقص من إخلاصه أو ينقص من ثوابه؟ هو بيختلف باختلاف الأعمال، يعني في المجاهد طبعا بيأخذ من الغنائم يعني، ولكن هذا هو أساسا بيجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فما ينقصش من أجل أن هو يأخذ ويشارك في الغنائم. ولكن الدفع للعمل ما يكونش هو الغنائم، أو واحد الدفع للحج مثلا هو رايح أساسا يتاجر وبعدين هيحج في السكة، ولكن لا، هو ان القصد الاساسي للحج يعني وبعدين تاجر فعمل مباح ما فيش باس يعني. يعني هو لا ينتظر من عمله اجرا او لا ينتظر من عمله شكرا من الناس، ولكن اذا جاء الشكر واذا جاء الاجر تاليا لنيته الاصليه الاصيله انه يعمل العمل لله فلا ضير. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر، الذكر يعني مدح الناس، فما له؟ قال لا شيء له. فأعدوها ثلاث مرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. فالإنسان ما يكونش الدفع الجهاد الذكر أو الفلوس مثلا، ولكن هو بيبتغي أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. ده في حديث في الباب ده، تفضل. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. وفي الحقيقة ده الحديث صحيح، تربية للمجاهد حتى يعمل لا يريد الغنيمة. الغنيمة ستأتي هبة من الله عز وجل، الله عز وجل منحه هذه الغنيمة، ولكن عشان يبقى عارف أنه أيهما يرغب أكثر، يرغب أنه هو يعني مش عايز حاجة، إنما تبعتك على أن أضرب بسهمها هنا حتى فأدخل الجنة. نعم. فيبقى ده نيته إن هو مش بيعمل الغنيمة ومش بيعمل الأجر، ولذلك أخذ الأجر خلاف سنة الأنبياء على الأعمال. سنة الأنبياء بالنسبة للدعوة يعني. في الدعوة إلى الله عز وجل بتختلف يعني. صحيح. نعم. وعموما في إن العمل لأجل نصرة الدين الأصل فيه إن هو يكون عمل بلا أجر. قد يصح أخذ الأجر على بعض الأشياء، زي على اختلاف أخذ الأجر على تعليم القرآن، في خلاف كبير بين أهل العلم والجمهور على الجواز، لكن لا شك أنه إذا أخذ الأجر عشان بتاعه اللي هو بيختصعه وتفرغه هينقص أجره بحيث أنه هو قد يكون هذا عمله الوحيد، وقد يكون أنه مش هيتم العمل إلا اللي الناس تفرغت. نعم. ممكن ما يتمش. فأنا لو خير الإنسان بأن هو يكون له كسب من عمل يده غير الكسب من العمل من أجر نصرة الدين أو العمل في التعليم، كما كان داود عليه السلام كان ممكن يأخذ أجر من الإيه؟ من بيت المال وهو يدير الأمة، ومع ذلك كان داود يأكل من عمل يده، ما زال وهو ملك يصنع الإيه؟ يشتغل حدادا ويعمل الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها، فحتى يكون عمله خالص. وفي الأثر يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، وما يكونش العالم حد له عليه منا في هذا الباب. دي سنة الأنبياء. سنة الأنبياء. وكان خلاف طبعا في الحديث اللي قاله الشيخ ياسر، ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا، فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم. فبيقولوا إن المجاهد موعود أو منتظر ثلاثة، منتظر الأجر في الآخرة والغنائم وفرحة النصر، فإذا انتصر هينال فرحة النصر وهينال الغنائم. نعم. ويبقى أجر الآخرة. وإذا لم ينتصر التلتين اللي تعجلهم في الدنيا تعجلهم، وإذا لم ينتصر تم لهم أجرهم، إن هو بيبقى له الأجر كامل في الإيه في الآخرة يعني. عشان ساعات بنحزن إن أغراضنا ما تحققتش أو فترة الضنك فترة الشدة، وبعد ما تيجي فترة الرخاء نقول يا سلام كانت فترة الدنك دي أحسن فترة. دكتور أحمد، كتمان العمل، هل كتمان العمل من علامات صحة الإخلاص، وكيف يكون كتمان العمل؟ ليه ستر العمل يعني، الواحد يستر يعني، السلف كانوا يسترون يعني أعمالهم الصالحة كما نستر سيئاتنا، فهو يدل على كل واحد بقى واللي عنده يعني. احنا اللي حلتنا ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة فقال الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يعني شماله ما تنفق يمينه،
الحديث موجود في صحيح مسلم مقلوب يعني. ولا في روايتين له؟ ما هو هو مقلوب يعني، المفروض الانفاق بيكون باليمين يعني. هو يعني شوف تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان ايده الشمال مش عارفه ايده اليمين انفقت ايه. والسلف كانوا يجتهدون يعني في ذلك، كان واحد يختم القران ولا يعلم به جاره، ويقول ان في رجل من السلف يعني صام سنه ولم تعلم زوجته في بيته، يعني يخفي العمل عن اقرب الناس اليه، كان يخرج بطعام افطاري فيتصدق به ويبقى في دكاني الى غروب الشمس. انا كنت لسه حاسس حكي يعني ازاي بتتم، مش بيفطروا مع بعض ويتغدوا مع بعض مثلا؟ لا ما هو لا بقى مستعجل عشان يفتح الدكان وباب رزقنا وكده. فهو المهم ايه؟ ستر العمل الايه الصالح، ان يعني الواحد يستر الاعمال الصالحه. من استطاع منكم ان يكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل، يعني الواحد يحاول يعني حتى لو ان مثلا الواحد اما بينزل يصلي الناس بتشوفه، اما بيصوم معروف ان احنا صايمين كلنا رمضان، لكن يجتهد ان يكون له عمل محدش يعرفه. يعني يتعهد مثلا ارامل، ايتام، يتصدق بصدقه خفيه، يقوم في جوف الليل والناس نايمه يقوم يصلي، يعني يكون له يعني عمل. يعني احد السلف عندما مات يعني علموا انه كان يعول 100 اسره و100 عائله في مدينه. نعم، فهي المعاني دي فعلا معاني طيبه، احنا نفسنا الامور دي تبدا يعني الناس نهتم بيها، يعني الانسان يكون له اعمال صالحه يعني. طيب دكتور احمد يعني فتح لنا بعض المواقف عن الاخلاص، عاوز دكتور ياسر يعني يلقي الضوء على هذه النقطه، يعني كيف كان حال الصحابه في هذا الباب؟ يعني الصحابه شهد الله عز وجل لهم بالخيريه والفضل، وهم أسبق هذه الأمة وأنقاها قلوبا وأعظمها صدقا مع الله عز وجل وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. ويعني مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه يعني في النفقة بماله مرات عديدة وهو لا يلتفت إلى يعني ذلك، يعني ولا ينافس لعظيم الإخلاص والحب لله عز وجل. يعني نشوف ان هو مش منتبه لامر المنافسه، مع المنافسه في الخير. عمر يعني يقول اليوم اسبق ابا بكر فياتي بنصف مالي. ان سبقته يوما يعني. ان سبقه يوما نعم. وفي يوم واتى ابو بكر رضي الله عنه بماله كله ولم يفكر في هذا الباب. ولذلك القضيه يعني ان لا شك ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني من اعظم الناس حرصا على الاخلاص. قصه ام سليم وابو طلحه في إطعام ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأرسل إلى أبيات نسائه واحدة واحدة كلهن يقول ما عندي إلا الماء، ليس عندهم شيء من الطعام نهائيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، فيأخذه الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى بيته، فيرجع إلى امرأته فتقول ما عندي إلا طعام الصبيان. فيعني يقول لها أطفئ السراج ونومي الصبيان، ويعني لا تريه أن لا نأكل ونبيت ليلتنا طويعين. يعني أنه حتى لا يحرجوه، لم يظهروا له أنهم آثروه، يعني الخلق الإيثار ده عظيم جدا، والإيثار على النفس ولو كان مع خصاصة، ومع ذلك أحب أن لا يعرفه الضيف، وأحب أن يكون بينهما بين الله عز وجل. ولا شك أن هذا الأمر قد بلغه، يعني قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أوحاه الله عز وجل إلى نبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي طلحة لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فمثل هذا النوع من الإخلاص، ولأن الإخلاص يعني عمل عظيم جدا، فكانت هذه الجملة يعني نعم. عجب الله من صنيعكما بمعنى نعم. كبير نعم. وكذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هم طبعا ما بيقولوش لهم إنما نطعمكم لوجه الله، ده هو لسان الحال نعم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا وقع من علي رضي الله تعالى عنه، حرص على إيصال العمل الصالح يعني دون إعلان. سعي عمر رضي الله تعالى عنه ليلا إلى بيوت الأرامل والمحتاجين، وأن يحمل على كتفه
الطعام لهم بنفسه وهو أمير المؤمنين ويستطيع أن يفعل ذلك أي واحد من أعوانه، ومع ذلك حرصه على أن يذهب بنفسه وفي الليل، كل هذا بلا شك يعني من علامات إخلاص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. هذا عن إخلاص الصحابة يعني الذي نتضاءل جميعا أمامه. الإخلاص واضح أنه حاجة جميلة قوي ومهمة جدا في حياتنا، ولازم نستحضرها قبل كل عمل وأثناء كل عمل، ولكن إذا تم هذا دكتور أحمد ما ثمرات الإخلاص؟ يعني ماذا يجني المسلم إذا يعني اجتهد في مسألة الإخلاص، هذا السلوك القلبي الجميل؟ أولا احنا ذكرنا في بداية الحلقة أن هو الإخلاص شرط من شرطي قبول العمل. نعم. فالواحد لما بيوفر إخلاص بيوفر أحد الشرطين، يعني نعم. إخلاص والمتابعة، أخلصه وأصوبه. الأمر الثاني أن الإنسان لما بيوفر إخلاص بيبقى ما فيش للشيطان عليه سلطان إلا عبادك منهم مخلصين. ولذلك كان بعض السلف يقول يا نفس أخلصي تتخلصي، يعني الإنسان ما بيخلص الله عز وجل بيتخلص يعني من الإيه من سلطان الشيطان. نعم. كذلك يعني الحفظ من السوء والفحشاء، كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. في قراءة المخلصين، فالإنسان يعني بيحفظ من السوء والفحشاء يعني بإخلاصه، ربنا عز وجل ييسر له سبيل الخير ويصرف عنه السوء والفحشاء. فمن الثمرات كذلك محبة الله عز وجل، يعني الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرسل الله عز وجل على مدرجته، مدرجة الطريق يدرج عليه أو يسير عليه، يعني ملكا فقال ما تريد، فقال أخا لي في هذه القرية، فقال هل لك عليه من نعمة تربها؟ فقال لا إلا أني أحببت في الله، فكان عمله خالص يعني محبة خالصة لله، فقال له بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه. إذن فالله يحب المخلصين. نعم. وأعمالهم مقبولة ويعصمهم الله تعالى من الشيطان. زدنا يا دكتور ياسر، ماذا أيضا في ثمرات الإخلاص؟ يجعل الله عز وجل لهم القبول في الأرض. نعم. لأنه ثمر من ثمرات حب الله عز وجل أن يحبه أهل السماء، أن يحبه جبريل أولا، يحبه أهل السماء ثم يوضع له حقول في الأرض. في السنن عن أبي إدريس الخولاني أنه دخل مسجد دمشق فوجد فتى براق الثنايا حوله الناس، إذا تكلم أنصتوا إلى قوله، وإذا اختلفوا في أمر صدروا عن رأيه، فقالوا من هذا؟ فقال من هذا؟ فقال أفقالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة النوارين صلى الله عليه وسلم. الواحد بيعبول فتى حس أنه متميز كده فعلا والله، براق السنة يعني هو منور كده وبعدين إيه على طول يعني وجد يعني قبول له. بس دايما التلاميذ على مستوى الشيخ يعني يقول لك قول تلاميذ الألبين وتلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد يعني حاجات طيبة يعني. فقال إيه فهجرته، راح بدري قبل الظهر بمدة، قال فوجدته قد سبقني بالتهجير. احنا الحاجات يعني سابق الصحابه سابقين والله فعلا. راح ساعات ما بيقعد كده يعني ما كانوش مشغولين، ده هم اللي فتحوا البلاد دي. نعم. ومشغولين بالعلم والدعوه وكل شيء، بس الطاعات توفيق يعني توفيق فعلا. فقال بعد ان صرف من الصلاه، فقال اني احبك في الله. ابو ادريس الخولاني يقول لمعاذ اني احبك، فقال الله. هو مسكه كده عشان كده قاعد يستحلفه لله عز وجل هذا الحب في الله، فعلا صادق لله. فقال الله ثلاث مرات، فقال ابشر فقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتباذلين في، حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتناصحين في. فأنا أشوف كده كيف حصل القبول. معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك
واحد شيخ مثلا يقول انا بحبك او اخ عادي حتى بيفرح بيها ما بال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه يعني, يعني معاذ رضي الله عنه يحشر امام العلماء برتوه واعلم الامه بالحلال والحرام يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في نحو يعني العشرين من عمره قاضيا ومعلما لاهل اليمن وداعيا وفاتحا لليمن بالقران يهتز عرش الرحمن لموت معاذ لا ده ده سعد بن معاذ سعد بن معاذ الصحابه عالم الامه بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فالامر القبول في حب الناس انا بصراحه من على البعد كده بنلاقي يعني ايه ان في حب عظيم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من احبهم النبي عليه الصلاه والسلام حب الانبياء اولا يعني للانبياء ايه سبب ان ربنا قذف في قلوبهم قذف في قلوب الناس حب الانبياء ده فطره البشر كلهم تلاقيهم تنجذب قلوبهم لحب الانبياء واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسول النبي ومن ثمرات الإخلاص أن يكون العبد مخلصا مخلصا هو أخلص لله ومخلصا أخلصه الله لعبادته مصطفى مختارا مرتبا فالله عز وجل يوفقه لأنه أخلص ويجعل حبه يعني في قلوب الخلق والذكر الحسن عبر الزمان وعبر المكان واحد ما يعرفه لم يرهم ولم يعش معهم ومع ذلك وعلى نفس النهج برضه نعم. شيخ ياسر اهل السنه يعني نعم. لما قيل ابو بكر بن عياش ان ناسا يجلسون في المسجد ويجلس اليهم نعم. فقال من جلس للناس جلس الناس اليه ولكن اهل السنه يموتون ويبقى ذكرهم تجد حب الناس مثلا للشافعي واحمد واسحاق وابن المبارك وشيخ الاسلام ابن تيميه محبه يعني اهل السنه لان دول برضه يعني ان إذا فالمخلص يحبه الله تعالى ويضع له القبول في الأرض فيحبه الناس جميعا من علامات الإخلاص يعني الواحد يقول للشافعي رحمه الله لا يعني كلامه كله منير الإمام أحمد الإمام النووي ده من علامات الإخلاص والله أعلم نعم طب دكتور أحمد ماذا عن تفريج الكروب يعني هل الإخلاص له دور في تفريج الكروبات طبعا قصة الثلاثة الذين يعني دخلوا غارا ونزلت صخرة عظيمة على فوات الغار نعم فتوسلوا بالأعمال الصالحة واحد توسل بعفته واحد توسل ببره بوالديه واحد توسل يعني حسن معاملته بس هل هو كان يتوسل بالعمل الصالح أم بنيته في هذا العمل الصالح هو قال اللهم إني إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك يعني بإخلاص يعني كنت أنا عملت هذا العمل العمل والإخلاص العمل والإخلاص فيه ما هو بإخلاصي في العمل الصالح فكل واحد يتوسل تنزاح الصخرة شوية لحد ما إيه ما تشالت الصخرة بال فمش عارف احنا عندنا اعمال صالحة الواحد لو وقع في شدة كده يتوسل والله ده سؤال مهم جدا كل واحد لازم يسأل نفسه فيه يعني ان لو انا مت النهاردة ايه العمل الصالح اللي انا ممكن او وقع في ضيق او مثلاً وقعت في ضيق مثلا في اعمال صالحة الواحد مجهزها يقول يا رب انا عملت كذا انا عملت كذا طلعني من الضيق ده استغفر الله دكتور ياسر هل من سبيل هل من طريقة نصل بها الى الاخلاص ازاي نعلم نفسنا ازاي ندرب نفسنا على الاخلاص يعني ايه اللي بيخلي الانسان يبتغي كلام الناس انه بيفكر كتير فيهم اللي يخلي يخلصه من الرياء ان يعلم انهم لا يملك له نفعا ولا ضر وان يشغل فكره بالله عز وجل وبالدار الاخره لو هو فكر كتير في موقفه بين يدي الله غدا وأنه سيقف ليس بينه وبين الله أحد لا ترجمان ولا لا حجاب ولا ترجمان وأنه سيكون وحده وكما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وقال عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فهذا من أعظم ما يعين على الإخلاص أن ينسى الإنسان الناس شعور الإنسان بصغر الخلق جميعا الاستغراق في شهود أولية الله عز وجل وآخريته إن إحنا عايشين في الدنيا حجمنا قد إيه زماننا قد إيه حجمنا لو نبص كده عايشين في مساحة من الأرض جزء من جمهورية مصر العربية جزء من بلد ودي جزء من قارة جزء من كرة أرضية وكرة أرضية نطلع فوق شوية نلاقيها أصغر
من أصغر الكواكب في المجموعة الشمسية أو كوكب متوسط. المجموعة الشمسية جزء من مجرة من المجرات، ومن من آلاف الملايين من المجرات، وكل ده في الكون المشهود أمامنا كمان، وكل ده في السماء الدنيا فقط. نعم. فما بال السماوات الأخرى التي أعظم، وما لا نعلمه مما غاب عنا أضعاف ذلك. حجم البشر كلهم قد إيه؟ صغيرين. عندما نقول الله أكبر، نعم، الله عز وجل أكبر، والله سبحانه وتعالى هو الأول، والله عز وجل هو الآخر. فعندما نفكر في هذا المعنى ونستحضر إن إحنا أتى علينا زمان قد إيه كنا عدما، ملايين السنين لا نعلمها، خلقنا ولم نكن شيئا، وكنا عدما محضا، خلق الله أرواحنا، ثم جاء دورنا بعد مدة لا يحصيها إلا الله، وبعد كده نرحل عن هذه الأرض. زمننا قد إيه بالنسبة إلى البداية والنهاية، إلى الأزلية أو الأولية لله عز وجل والآخرية، يكاد يكون صفرا عدما. إحنا والناس اللي حوالينا والملوك والأغنياء وأصحاب الجاه وأصحاب السلطان وكل ده، لما ننظر إليه يصغر عندنا حجمنا وحجم الناس زمانا ومكانا، فيهون علينا ذمهم ومدحهم، ويعظم لدينا مدح الله عز وجل وذمه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس، فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال: ذلكم الله، ذلكم الله. المؤمن إذا شهد هذه المعاني فصغر الناس في نفسه وفي قلبه، وصغرت نفسه عنده، لأن النفس أصلا هو ليه بيبقى فيه طلب رؤية العمل للشعور بالكمال، للإعجاب بالنفس، لأنه عايز يرضي غرور نفسه بأنه يسمع مدح الناس، فعشان كده عايز يبين لهم، عشان هو شايف نفسه كبير، ولو هو شاف نفسه صغير وشاف نفسه لم يكن شيئا مذكورا، وإن مساحته في الزمان والمكان ضئيلة جدا، مش هيحصل له هذه الأمراض القلبية. فكثرة الفكر في الدار الآخرة، كثرة الفكر في الأولية والآخرية لله عز وجل، أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الإنسان ما يفكر في هذه الأشياء يصغر عند نفسه ويصغر الخلق عنده، فيتمكن بإذن الله أن يخلص لله عز وجل. نعم، جميل. ما زلنا دكتور أحمد مع السبيل الموصلة للإخلاص، ولكن أستأذنك نأخذها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الحديث الماتع في ظل أجواء من السياسة أرهقتنا كثيرا. ففي هذه الليلة نقضي هذه الليلة الروحانية الجميلة مع الإخلاص، نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دكتور أحمد، كنا نتكلم عن السبيل الموصلة للإخلاص، وكيف أدرب نفسي على الإخلاص، إزاي أوصل له؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. احنا ذكرنا في تعريف الإخلاص: هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، أو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة. فاللي بيشوب الإخلاص يا إما مثلا طلب عرض من أعراض الدنيا، طلب رياسة، طلب شهوة معينة، طلب شهرة. فسبيل الإخلاص إن الإنسان يعني يفرغ قلبه يعني من الشهوات ومن التعلق بالدنيا ومن زينتها، وأن يملأ قلبه بحب الله عز وجل. نعم. فإذا قطع محبة الشهوات من قلبه وملأ قلبه بحب الله عز وجل، يكون الدافع له من داخله محبة الله عز وجل والدار الآخرة، فعند ذلك يتيسر عليه الإخلاص. وغير هؤلاء فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على الندور. نعم، أكرمكم الله. دكتور ياسر، ما عاقبة المخلصين، يعني الذين يجتهدون في هذا الباب ويصلون إلى هذه الدرجة، ما عاقبتهم وكيف يحاسبهم الله تعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: من هم بحسنة فعملها فأنا أكتبها. قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. في الرواية اللي هي فيها ما
نص الحديث القدسي قال فأنا أكتبها حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل أو قال فأنا أكتبها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الإنسان ما يقف عند هذا الحديث ويتأمل إن إلى أضعاف كثيرة يعني ما فيناش حد مش محددة إيه الفرق بين العملين دي حسنة ودي حسنة من هنا واحدة الإنسان ده أدى العمل والإنسان ده أدى العمل واحد خد 10 واحد خد 20 30 100 700 أضعاف كثيرة أضعاف 700. الأمر ده مبنى على الإخلاص كلما كان الإخلاص أتم كلما كان الحب لله عز وجل أعظم كلما كان طلب الدار الآخرة أعظم كلما كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ده يعني الإخلاص درجات مش درجة واحدة وكل ما توصل لدرجة معينة كلما يزداد التضعيف يزداد الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولذلك العاقبة المخلصين دائما إلى حفظ في الدنيا ونصرة وإلى نجاة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بين سوالة الإخلاص يعني. يعني إذا كان عاقبة الإنسان هو يحرم على النار إذا كانت لا إله إلا الله قالها خالصا من قلبي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة فهذا الأمر يعني عاقبته إلى النجاة في الدنيا والآخرة.